تشتهر مدينة أرمناز بعدد من الصناعات اليدوية التقليدية، كما تعتبر الموطن الأصلي لصناعة الزجاج التي لا زالت مستمرة حتى وقتنا الحالي كمهنة يتوارثها الأبناء عن الآباء والأجداد. صرنا نشتغل بالمصلحة حوالي 20 سنة تقريباً، ورثناها أخذناها عن أجدادنا وبدنا نرجع ناخذها نسلمها لأولادنا مشان ما تضيع المصلحة أو تموت. ونعلمين إياها ويعلموها لأولادهم، عملية متوارثة كلنا أخذناها على المبدأ هذا. بسبب الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد ازدادت الصعوبات التي تواجهها صناعة الزجاج، الأمر الذي أثر سلبا على هذه الصناعة وأدى إلى تناقص أعداد معامل الزجاج فيها إلى حد كبير. المواد الأولية زيز كسر مكرر معالج، في عنا درجة حرارة فرن نجيب زيز الكسر بنحطه درجة حرارة فرن تراوح بين 1000 و 1200 درجة، درجة ذوبان زيز الكسر. بعدين بنجي في مدة تخمير له يعني حوالي شي ساعة ساعة ونص يدوب الازاز. بعدين في عامل بحط حديدة بحمية، بيجيب قطعة صغيرة من قلنا نحن الفيسكا بينفخها بيحطها على العلاقة مشان الحرفي يساوي منها لمبة الكاز. بتدخل الازازة بالفرن، القطعة الصغيرة بيحطها بالفرن بيطالع عليها قطعة أكبر بدمجها. في عنا آلة صغيرة اسمها الدماجة أو نحن بنقولها بالمصلحة كبشاي أو هي الدماجة، من قطع من خشب بنساوي لها السماكات، سماكات الأزاز. بعدين بننفخها مثل الطريقة اللي شفتوها هلأ. بعدين لها مرحلة تانية اسمها التخمير، بنحطها بقبة درجة حرارتها أخف من درجة حرارة الفرن، اسمها هي تخمير مشان ما تنكسر أو يضرب هو أو ينكسر فيها. في عنا بعض الصعوبات المعانية بهذه المرحلة في صناعة الزجاج، اللي هي الأولية المواد الأولية عبارة عن المحروقات ما متوفرة، الكهرباء غير متوفرة. نحن اللي عم نشتغل على الديزل، على مولدات الكهرباء، المازوت الديزل، المازوت ما أنا متوفر. الصعوبة الأكبر اللي عم نعاني فيها هي هجرة اليد العاملة الخبراء بهذا الموضوع إلى أوروبا وبعض البلدان. في بتعرفوا الظروف اللي صارت في هالبلد، الشباب هاجروا، الهجرة كتير أثرت علينا في هذه الصعوبة. الصعوبة كمان الثانية اللي هي ما بنقدر بها هلأ، التسويق الخارجي ضعيف جدا. هي صناعة عرفتها المدينة منذ أن وطأها الفينيقيون قبل أكثر من 30 قرنا، ولا زال أبناء المدينة مصرون على المضي فيها قدما. سليمان العيدو، حلب اليوم، ريف إدلب.